طلابنا الأعزاء سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير هيا نبدأ رحلة جديدة من دروس العلوم المصورة وإنوان درسنا لهذا اليوم هو أنماط الأمراض خمسة النظافة الشخصية علم الأوبئة أهداف الدرس يتوقع منك عزيز الطالب بعد نهاية درس اليوم أن تكون قادرًا على: أولاً أن توضح أهمية النظافة الشخصية في الحد من انتشار الأمراض، ثانياً أن تقارن بين المرض الوبائي والمرض الوبائي الشامل من حيث القدرة على التفشي، الهدف الأول وهو: أن توضح أهمية النظافة الشخصية في الحد من انتشار الأمراض. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ظهور نظام تطهير وغسل الأسطح في المستشفيات. في العام 1854 خلال حرب القرن التي نشبت بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية في شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، لاحظت إحدى الممرضات، والتي تعمل مع الجيش الروسي وتدعى فلورنس نايتنجل، زيادة حالات الوفاة بين الجنود بسبب الإصابة بأمراض المعدية كالكوليرا والتفوئيد وليست من إصابات الحرب وعلى أثر ذلك قامت هذه الممرضة بوضع نظام للتطهير وغسل جميع الأسطح في المستشفى الميداني المخصص لعلاج الجنود إجراءات التطهير هذه أحباء الطلبة خفضت معدل الوفيات بمقدار الثلثين وبفضل عملها هذا تم الاعتراف بأهميه التطهير لمنع انتشار الامراض والان احبائي الطلبه لماذا تعتبر عمليه غسل اليدين والشعر والجسم امر اساسي في معظم الحضارات نعم احسنتم تمنع عمليه الغسل تراكم البكتيريا وتحد من اماكن نموها عزيز الطالب كما درست سابقا يوجد هناك نوعان من البكتيريا مفيده وضاره ويوجد الاف من انواع الجراثيم التي تعيش على الجسم وفي داخله معظمها اما نافع للجسم او غير ضار له مثل البكتيريا التي تعيش في الامعاء وتساعد في انتاج الفيتامينات والهرمونات او تلك التي تساعد جهاز المناعه في عمله عزيز الطالب الغسيل المفرط بمنتجات التطهير قد يقلل طبقة الحماية على بشرتك عزيز الطالب لماذا يجب عند السعال أو العطس تغطية الفم؟ أحسنتم لمنع انتشار البكتيريا أو جسيمات الفيروس التي تنتقل بالهواء أو لأن اليدين قد تنقلان البكتيريا إلى داخل الجسم لاحظ الشكل عزيز الطالب ممكن أحبائي الطلبة استخدام ثنية المرفق لتغطية الفم لمنع القطرات من الانتشار في الهواء أو الالتصاق باليدين. لاحظ الشكل عزيزي الطالب. والآن عزيزي الطالب، فسر العبارة الآتية: تنظيف الأسنان بالفرشاة مهم للحد من الإصابات. أحسنتم! شعيرات فرشاة الأسنان تزيل الطعام والجسيمات حيث يمكن للبكتيريا أن تنمو أبناء الطلبة متى تكون فرشاة الأسنان أكثر فعالية؟ ممتاز عند استخدام القليل من معجون الأسنان لأن الكثير منه قد يمنع شعيرات الفرشاة من القيام بعملها عزيز الطالب تظهر الإعلانات التجارية لمعجون الأسنان فرشاة مغطاة بطبقة سميكة من المنتج، وهذا في الواقع ممارسة سيئة تمنع تنظيف الأسنان بحيث تنزلق الشعيرات عبر الأسنان من دون أن تزيل الكثير من الطعام، لذلك يوصي أطباء الأسنان بكمية من معجون الأسنان بحجم حبة البازلاء. ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى أسئلة الكتاب المدرسي السؤال الخامس عشر الصفحة ثمانون من الكتاب المدرسي لماذا عزيزي الطالب يجب تفادي استخدام كمية كبيرة من دواء تنظيف الأسنان؟ أحسنتم لأن الكثير منه قد يمنع شعيرات الفرشاة من القيام بعملها السؤال السابع عشر الصفحة ثمانون من الكتاب المدرسي كيف خفضت الممرضة فلورنس نايتينجل معدل الوفيات في المستشفيات ممتاز أحسنتم أنشأت نظاما للتطهير وغسل جميع الأسطح في المستشفى السؤال الخامس والعشرون الصفحة ثمانون من الكتاب المدرسي ما المشكلة التي تنتج من الغسل المفرط لليدين؟ أحسنتم، يقلل طبقة الحماية على بشرة الجلد. والآن عزيزي الطالب، ننتقل إلى الهدف الثاني، وهو أن تقارن بين المرض الوبائي والوباء الشامل من حيث القدرة على التفشي. أبناء الطلبة، ما المقصود بعلم الأوبئة؟ أحسنتم، هو علم يعنى بدراسة الأمراض أسبابها وطرق انتقالها وأساليب السيطرة عليها. عزيزي الطالب، متى يستخدم مصطلح معدل العدوى؟ رائع، لإعطاء قيمة عددية لاحتمال إصابة مجموعة سكانية معينة في وضع معين بالمرض. يقتصر هذا الرقم، عزيزي الطالب، بشكل عام على إطار زمني تم فيه جمع بيانات دقيقة. أبناء الطلبة، ما المقصود بمصطلح "قابلية الانتقال"؟ نعم، أحسنتم، هو الوقت الذي يكون فيه الفرد قادرًا على نقل المرض، وقد تكون المدة، عزيزي الطالب، قصيرة، أو قد تكون هذه المدة طوال فترة حياة المريض. حقائق مذهلة: الأمراض السريعة المفعول والشديدة هي غير انتقالية لأن الشخص عزيز الطالب يصاب بالمرض بسرعة ويعجز عن الحركة وربما يموت قبل أن يتسنى له الوقت لنقل البكتيريا أو الفيروس أما الأمراض البطيئة المفعول فهي انتقالية لأنها عزيز الطالب قد تظهر أعراضا مشابهة لنزلات البرد فقط بحيث يكون للشخص المصاب وقت للتنقل والتفاعل مع عدد أكبر من الأشخاص غير المصابين. والآن أبناء الطلبة، ما سبب اتخاذ بعض البلدان تدابير غير عادية عند السفر مثل الأمصار واللقاحات؟ أحسنتم، الأمراض البطيئة المفعول قد تظهر أعراضًا مشابهة لنزلات البرد فقط، بحيث يكون للشخص المصاب وقت للتنقل والتفاعل مع عدد أكبر من الأشخاص غير المصابين. مرض كوفيد 19 هو مرض معدن يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كانون الأول ديسمبر عام 2019 وقد تحول كوفيد 19 الآن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم تتمثل أع... الأعراض الأكثر شيوعا لمرض كوفيد-19 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف وتشمل الأعراض الأخرى الأقل شيوعا ولكن قد يصاب بها بعض المرضى الألام والأوجاع واحتقان الأنف والصداع وألم الحلق والإسهال وفقدان حاسة الذوق أو الشم وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ بشكل تدريجي ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن يشعروا إلا بأعراض خفيفة جداً ويتعافى معظم الناس نحو 80% من المرضى دون الحاجة إلى علاج خاص، ولكن الأعراض تشتد لدى شخص واحد تقريباً من بين كل خمسة أشخاص مصابين بمرض كوفيد-19، فيعاني من صعوبة في التنفس، وتزداد مخاطر الإصابة بمضاعفات وخيمة بين المسنين والأشخاص المصابين بمشاكل صحية أخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والرئة أو السكري أو السرطان. وينبغي لجميع الأشخاص أياً كانت أعمارهم التماس العناية الطبية فوراً إذا أصيبوا بالحمى أو السعال المصحوبين بصعوبة في التنفس أو فقدان القدرة على النطق أو الحركة. ويوصى قدر الإمكان بالاتصال بالطبيب أو بمرافق الرعاية الصحية مسبقاً ليتسنى توجيه المريض إلى العيادة المناسبة. أبناء الطلبة ما المقصود بالحجر الصحي؟ أحسنتم هي وسيلة لمنع انتشار الأمراض المعدية الانتقالية عزيز الطالب يتم فصل المنطقة للمصابين ولا يسمح لأحد بالدخول إليها أو الخروج منها من دون الخضوع لفحص دقيق للإصابة قد يلزم ارتداء العاملين هناك ملابس خاصة لمنع التلوث وذلك حسب نوع الناقل. انظر عزيز الطالب إلى الصورة والتي توضح ملابس الأشخاص المسؤولين أو العاملين في الحجر الصحي. تقسم أنماط المرض عزيز الطالب إلى ثلاثة أقسام. مستوطن، وبائي، ووبائي شامل. والمرض المستوطن عزيز الطالب هو انتشار الأمراض بصورة دائمة ومستمرة في مساحة جغرافية محددة ومثال ذلك هو انتقال مرض الملاريا والمرض الوبائي عزيز الطالب هو الانتشار السريع لمرض ما بين السكان ومن الأمثلة على المرض الوبائي عزيز الطالب هو مرض الكوليرا أما المرض الوبائي الشامل فهو الانتشار السريع لمرض ما بين السكان ولكن على مساحة جغرافية أكبر بكثير قد تشمل العالم بأسره. ومن الأمثلة على المرض الوبائي الشامل انتشار مرض الإيدز. تحدثنا عزيزي الطالب أن مرض الإيدز هو مرض وبائي شامل. تم تشخيص مرض الإيدز لأول مرة في أوائل الثمانينات من القرن الماضي ويبلغ عدد الوفيات عزيز الطالب بهذا المرض 25 مليونا تقريبا ويبلغ عدد المصابين بهذا المرض 65 مليونا تقريبا إذ يعتبر عزيز الطالب مرض الإيدز وباء شامل ولكن أحباء الطلبة هل تتذكروا من هو مسبب هذا المرض؟ من الدروس السابقة؟ أحسنتم يسببه فيروس نقص المناعة البشري HIV والآن عزيز الطالب ننتقل للإجابة على أسئلة الكتاب المدرس السؤال السادس صفحة 78 ما الاختلاف بين المرض الوبائي والوباء الشامل؟ هل مدى قدرة المرض على التفشي؟ ام بكيفيه تفشي المرض ام بنسبه الاصابه بالمرض ام بالمنطقه الجغرافيه التي تتاثر بالمرض نعم صحيح احسنتم الاجابه الصحيحه دي وهي الاختلاف في المنطقه الجغرافيه التي تتاثر بالمرض والان اعزائي الطلاب ننتقل الى السؤال التاسع صفحه 79 من الكتاب المدرسي ما هو المفهوم الأساسي في علم الأوبئة؟ هل هو جمع المعطيات عن الأمراض؟ أم إيجاد علاجات للأمراض؟ أم معرفة مسببات الأمراض؟ أم اكتشاف النواقل؟ أحسنتم أعزائي الطلاب كما تكلمنا سابقا فالإجابة الصحيحة هي A إيه؟ وهي جمع المعطيات عن الأمراض ملخص الدرس تعتبر عمليه غسل اليدين والشعر والجسم امر اساسي في معظم الحضارات حيث تمنع عمليه الغسل تراكم البكتيريا وتحد من اماكن نموها الغسيل المفرط بمنتجات التطهير قد يقلل طبقه الحمايه على بشرتك يجب تغطيه الفم عند السعال او العطاس لمنع انتشار البكتيريا او جسيمات الفيروس التي تنتقل بالهواء شعيرات فرشاه الاسنان تزيل الطعام والجسيمات حيث يمكن للبكتيريا ان تنمو علم الاوبئه وهو علم يعنى بدراسه الامراض اسبابها طرق انتقالها واساليب السيطره عليها الحجر الصحي وهو وسيله لمنع انتشار الامراض المعديه الانتقاليه المرض الوبائي وهو الانتشار السريع لمرض ما بين السكان مثل الكوليرا والمرض الوبائي الشامل عزيز الطالب وهو الانتشار السريع لمرض ما بين السكان ولكن على مساحه جغرافيه اكبر بكثير قد تشمل العالم باسره مثل مرض الايدز او كوفيد 19 وفي نهايه الدرس اليوم نتوقع منك عزيز الطالب تحقيق جميع الاهداف المرجوه والى لقاء جديد من دروس العلوم المصوره اسال الله عز وجل التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته